18 شهرا مرت من دون أن تأتي السلطات البريطانية على ذكر قضية الهجرة، وعندما تحدث رئيس الوزراء جوردون براون عن الموضوع أشاد بإجراءات حكومته التي خفضت معدلات الهجرة بنسبة 44% مقارنة مع العام الماضي، لكنه أيضا خرج بدعوات إلى اجتراح قوانين جديدة من شأنها أن تحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة. نحن نفضل اعتماد مقاربة أكثر صرامة وأكثر عدلا ترتكز على نظام النقاط الذي ومن خلاله سنقرر المهنة التي سيسمح لممارسيها بالبقاء في هذا البلد. هذا النظام سيجمع بين المرونة والحزم مع الالتزام بتشديد الرقابة على الحدود وتطبيق القوانين بحزم للحد من الهجرة غير الشرعية. المقترحات الجديدة ستطال المهندسين المدنيين ومهندسي الطيران والأطباء الاستشاريين غير الأوروبيين الراغبين في العمل في بريطانيا، كما تنص التعديلات الجديدة على إعادة النظر في تأشيرات الدراسة، إجراء امتحانات جديدة لطالبي الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الامتيازات التي يتمتع بها من ينتظر الحصول على الجنسية البريطانية. لكن جزءا من المجتمع البريطاني الذي يتباهى بالتعددية وقبوله للآخر وجد في مظاهرات من هذا القبيل نوعا من الاستخفاف بقيمه الوطنية، فيما وجد آخرون أنها صورة من صور التسامح والحرية. فماذا يعني أن تكون بريطانيا؟ كل راغب في الحصول على الجنسية البريطانية عليه أن يتحدث الإنجليزية وأن يخضع لامتحانات وأن يسهم إيجابيا في الحياة العامة. وأضيف إلى هذه الشروط برنامج النقاط الذي يراد منه غربلة من يمنحون الجنسية البريطانية، فالقدرة على الكسب المادي والمؤهلات بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية كلها عوامل تقرب المتقدمين بطلب التجنيس من الحصول على الجواز البريطاني، وفي المقابل في عدم الاندماج في المجتمع وخرق القوانين وممارسة سلوكيات غير اجتماعية فهي عوامل تسهم في رفض طلبات التجنيس. توجهات حزب العمال الجديدة فيما يتعلق بقضية الهجرة لم تسلم من الانتقاد، فبعض المهاجرين أو الراغبين في الهجرة إلى المملكة المتحدة وحمل جنسيتها رأوا فيها نوعا من التمييز بحقهم وتفضيل الأوروبيين عليهم. أما الأحزاب السياسية في بريطانيا فرأت أنها مجموعة قرارات جوفاء وضعت للتغطية على ما يوصف بإخفاق الحكومة في التعاطي مع زيادة أعداد المهاجرين. حيدر الخير، BBC.